أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم في هذه السلسلة من الحلقات التي سنتحدث فيها في الوحدة الرابعة موضوعنا الأول هو النمو العمراني بداية سنتحدث عن الإنسان البدائي الأول وهل كان مستقرا؟ في الحقيقة أن الإنسان الأول عاش منفردا أو في جماعات صغيرة وكان متنقلا من مكان إلى آخر فقد كان يعتاش على الجمع والالتقاط وعلى الصيد لكن السؤال الذي يطرح نفسه الان متى استقر الانسان لقد استقر الانسان عندما اكتشف الزراعه او مارسها في الاحواض الفيضيه للسهول لانهار الكبرى فقد كانت المحاصيل التي بدا بزراعتها والحيوانات البريه التي قام بتدجينها تحتاج منه الى رعايه مستمره وهكذا فقد اصبح من الضروره بمكان ان يستقر في ذلك المكان لخدمه محاصيله وتربيه حيواناته فظهرت القرى فالتجمعات اكبر فاكبر ومن ثم الدول فالحضارات ولذلك نجد الحضارات القديمه تتواجد في احواض الانهار الكبرى النمو العمراني لعب الانسان دورا في تغيير البيئة منذ القدم فغير في البيئة المحيطة به وهناك عاملان يؤثران في تفاعل الانسان وتغيره في البيئة وهما التطور الحضاري والعلمي والتكنولوجي وثانيا طبيعة سطح الارض. بالنسبة للنقطة الاولى اعزائي الطلبة نقصد بالتقدم العلمي والتكنولوجي انه استطاع الانسان الوصول الى عمق المياه الجوفية في المناطق الصحراوية. واستطاع بفضل المكيفات ان يسكن مناطق صحراويه حاره لم يكن يستطيع ان يقطنها سابقا. وكذلك هو الحال في المناطق المتجمده التي لم يكن يستطيع زراعتها مثلا في الدائره القطبيه، لكن بفضل التوصل وتهجين نوع من البذور يسمى القمح الربيعي الذي ينمو خلال فتره زمنيه قصيره، استطاع ان يزرع تلك الارض ويستوطنها. اما النقطه الثانيه طبيعه سطح الارض، فنقصد بها هي الجبال والسهول ومن المعلوم ان الانسان الاول قد استوطن في مناطق السهول الفيضيه الاولى. وقد اختار الانسان الاماكن السهليه للعيش فيها وذلك لسهوله التنقل عليها وسهوله الحصول الغذاء. وبمعنى ابسط واوضح اعزائي الطلبه نقول ان الانسان قد استوطن مناطق السهول الفيضيه الكبرى ومثال ذلك نهر النيل والسند والكنج وغيرها من انهار امريكا الجنوبيه ايضا. ثم تطورت الحياه فيما بعد واخذ هذا المجتمع يكبر ويتسع بتطور الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه وعلى هذا الاساس ظهرت المدن واتسعت حدودها مما ادى الى التوسع العمراني. فما المقصود بالتوسع العمراني؟ يقصد بالتوسع العمراني اعزائي الطلبه الزيادة في مساحة مناطق الاستقرار البشري على حساب المناطق المجاورة. أعزائي الطلبة، لنشاهد معاً فيلماً قصيراً عن التطور العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة للمقارنة بين قديمها وحاضرها أعزائي الطلبة أمامنا صورتين الأولى إلى اليمين تمثل شارع الشيخ زايد في إمارة دبي قديما بينما إلى اليسار تمثل شارع الشيخ زايد حديثا المطلوب منا أن نجد الفروق ما بين هاتين الصورتين وما هي التغيرات التي طرأت عليهما لو قارنا بين دبي قديما وحديثا فنجد أنها تغيرت من جوانب عدة منها لاحظ الصورة إلى اليمين المباني محدودة العدد قليلة تتواجد عندنا مساحات كبيرة فارغة بينما الى اليسار اصبح هذا الشارع مزدحما مليئا بالمباني والابراج وغيرها ايضا لندقق اكثر في الصورة ولننظر الى حركة المرور ان الحركة التجارية وحركة النقل ايضا قد تزايدت بشكل ملحوظ اذا نقول ان هناك فروقات من حيث الزياده السكانيه، التوسع التجاري، تطور وسائل النقل وايضا كل ذلك يرجع الى الثوره الصناعيه التي ادت الى التطور في كل ما ذكر. اعزائي الطلبه، كيف نميز ما بين مسمى القريه والمدينه؟ هذا الامر اختلف فيه الكثيرين، لكن هناك مجموعه من الاسباب التي تجعلنا قد نسمي هذا المكان مدينه. وآخر نسميه في القرية لنشاهد معا المعيار الإداري وهنا يقصد بأن يصدر الحاكم مرسوما أو قرارا بأن يحول هذا المستوطن البشري أو هذه القرية إلى مدينة ثانيا المعيار السكاني وهنا اتفقت منظمات الأمم المتحدة على أن لا يقل عدد سكان المدينة عن عشرين ألف لكن طبعا هذا سيختلف ما بين دوله واخرى بحسب حجمها السكاني ثالثا المعيار التاريخي فكثير من مدننا التاريخيه في وطننا العربي تسمى مدن وليست, هي وليست ماهوله بالسكان اصلا فمثلا نقول مدينه البتراء في الاردن وهي مدينه تاريخيه نبطيه ونقول مدينه تدمر وهي كذلك ايضا المعيار الرابع هو المعيار الوظيفي وحتى نميز بين القرية والمدينة نقول أنه يغلب على سكان القرية عملهم في الزراعة بينما يغلب على سكان المدينة أن يعملوا في التجارة والخدمات والوظائف الحكومية الأخرى وأخيرا عندنا المعيار الاجتماعي ويقصد بذلك أن العلاقات في القرية هي أقوى منها في المدينة وذلك لتجانس السكان في القرية واختلافهم في المدينة أعزائي الطلبة لننتقل إلى النشاط الوارد صفحة 121. السؤال فسر ما يلي: الفقرة الأولى أثر زيادة عدد السكان على على النمو العمراني. وهنا الإجابة: فقد تحولت بعض القرى والمراكز العمرانية إلى مدن كما هو الحال في دولة الإمارات. فالذيد مثلا تحولت الى مدينه بعد ان كانت تجمعا صغيرا. ثانيا ظهور التجمعات الحضريه ويقصد بالتجمعات الحضريه ان تلتقي المدن مع بعضها البعض وتتداخل حدودها فيصعب ان نضع حدا ان نضع حدا فاصلا بينها. الفقره الثانيه اثر الانسان في تغيير بعض ملامح البيئة. غير الانسان في البيئة منذ القدم وزاد تغييره وزادت قدرته على التغيير بتقدمه العلمي. فبفضل التقدم العلمي والتكنولوجي استطاع الانسان حفر الابار واقامة الجسور واستصلاح المزيد من الاراضي وانشاء الطرق. ننتقل اعزائي الطلبة الى معرفة أو تعرف العوامل التي أدت إلى التوسع العمراني. وفي البداية نتحدث عن المدن القديمة. فقد كانت هذه المدن القديمة محاطة بالأسوار. فما هي أسباب ذلك؟ لقد كانت المدن القديمة محاطة بالأسوار لتمنحها الأمن وتصد عنها الغزاة. لكن هل بقيت المدن في وقتنا الحاضر محاطة بالأسوار؟ بالطبع لا، ولذلك فهي أول وظيفة للمدينة كانت الحماية والأمن عن طريق الأسوار المحيطة بها، ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد أي أهمية لوجود ذلك الأسوار، ذلك بسبب تطور الأسلحة الحديثة والصواريخ العابرة للقارات، وثانياً توسع المدن وخروجها خارج حدود أسوارها القديمة النشاط صفحة 121 آخر الصفحة أعطي أمثلة لبعض القرى والتجمعات السكانية التي تحولت إلى مدن ذكرنا قبل قليل مثال هو مدينة الذيد وكذلك هو حال جزيرة أبو ظبي فجزيرة أبو ظبي أيضا تحولت إلى مدينة وهي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أعزائي الطلبة وتلخيصا لما اوردناه فاننا نستطيع ان نحدد اربعه من العوامل التي ادت الى التوسع العمراني وتوسع المدن لننظر معا الى الشرائح اولا الثوره الصناعيه والثوره الصناعيه يرجع فضلها هنا الى انها انتجت لنا الات واسهمت في تطور وسائل النقل وهو العامل الاخر وكذلك من ناحيه اخرى فقد زاد عدد السكان وادى ذلك كله الى التوسع التجاري فالعامل الرئيسي الاول في التوسع العمراني يرجع الى الثوره الصناعيه التي ابتدات باختراع جيمس وات للاله البخاريه عام 1763